انا بدي احكي انه هاي الاستضافه اجت بفتره زمنيه قليله جدا، يعني كان معنا التحضير لهاي الاستضافه 25 يوم، وطبعا اكيد هاي مكسب للاردن انه نستضيف مثل هيك البطولات، وبتحط الاردن كمان بالخارطه الدوليه للرياضه، وبالتالي يعني اتحادنا المصارعه كان له دور كبير بانجاح البطوله، وهي كانت نتيجه البطولة الآسيوية اللي استضافها قبل هيك وخلت الأردن على الخارطة، مما أدى إنه الاتحاد الدولي يختار الأردن كدولة تنظيم مثل هاي البطولة. أكيد فيها مكسب لرياضة المصارعة بإنه قدرنا نخلي جميع لاعبينا يكونوا موجودين في هاي البطولة الدولية العالمية، بالإضافة لإنه كل حكامنا كمان قدروا يحكموا بهاي البطولة، مما أعطانا فرصة بإنه يكون عندنا امتياز بإنه نشارك بهيك بطولات دولية. هلا بالنسبة للرياضة الأردنية بشكل عام فهي مكسب إنه حطينا الأردن على الخارطة الدولية، وإن الأردن قادرة إنها تنظم بطولات عالمية وعندها الكفاءات الموجودة من ناحية تكنولوجيا ومن ناحية التنظيم، من ناحية مشاركة كمان الفولنتيرز من المتطوعين الموجودين بالجامعات، فإحنا برضو دخلنا المجتمع المحلي بتنظيم هاي البطولة. فبدي أشكر الجميع على وجودهم هون وعلى مساعدتهم للاتحاد الدولي وللاتحاد الأردني وللجنة الأولمبية الأردنية، وبشكر الجميع على هذا التنظيم الرائع.